رئيس الوزراء يبحث مع رئيس حكومة تشاد سبل التعاون بين البلدين، ويدرس الموقف من سد النهضة الإثيوبي مع الرئيس التشادي غدا. وزير الخارجية نبيل فهمي يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لزيارة يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري بشأن العلاقات الثنائية، ويلتقي بأعضاء بارزين في الكونغرس إضافة إلى عدد من قادة الرأي بمركز الأبحاث الفكرية. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مدير المخابرات العامة المصرية اللواء محمد فريد التهامي الذي يزور الولايات المتحدة حالياً لبحث خطوات خارطة الطريق والمساعدات العسكرية. قرار جمهوري يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع شركة للتنقيب على النفط في مصر. الدكتور محمد عز وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة يؤكد أن منع الحويني ويعقوب وحسان من الخطابة تم بهدف ألا تدخل المساجد في صراعات سياسية. قوات الحماية المدنية في مطروح تسيطر على حريق امتد لنحو 50 فدانا من أشجار الزيتون والنخيل بمنطقة الذهبية في سيوة. وزير الداخلية يلتقي المستشار مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم وعددا من رؤساء الأندية لبحث إمكانية حضور الجماهير بالدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز. منظمة العفو الدولية تشن هجوما حادا على قطر وتتهمها بالفشل في حماية العمالة الأجنبية خاصة الخادمات، مؤكدة أنهن يتعرضن للاستغلال والعنف الجسدي والجنسي. قوى ثورية تعلن تنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية السبت المقبل للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. غدا البدوي وبدراوي يخوضان معركة شرسة على رئاسة حزب الوفد.